صقل المهارات الإضافية والاهتمام بالمقاتلين ورفض المؤسسة العسكرية بمراتب كفؤين متسلحين بالعلوم العسكرية المتنوعة من خلال إقامة الدورات المختلفة هو الهدف الأسمى لمركز تدريب ديالة الأساسي. تناول مواضيع متعددة منها دروس نظرية وعملية والتدريب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والتأكيد على التدريب الأساسي والتعبوي فضلاً عن تقديم المشورة بكافة المهارات العسكرية.